يتجدد اللقاء وتتنوع الفقرات، وهذه دعوة من برنامج جولة الكاميرا لمتابعة فقراتها، فأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. يحرص النادي العلمي على تقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. من هذا المنطلق عزيزي المشاهد، قامت أسرة البرنامج بتغطية معرض الفرنسي الذي حمل عنوان الاتصال عن بعد، والذي كان تحت رعاية النادي العلمي. إذن تابعوا معنا هذه الفقرة. الحقيقة النادي العلمي ما هو إلا مؤسسة من جمعيات النفع العام تخدم الهواية العلمية وتبسط العلوم لشباب الكويت. وماذا عن أنشطة وفعاليات النادي؟ الحقيقة يعتبر اليوم معرض الاتصالات من أبرز التظاهرات العلمية التي تمثل التعاون بين فرنسا والكويت في محفل الاتصالات، وهذا المعرض يبسط ثورة الاتصال والاتصال عن بعد أو الاستشعار عن بعد. كم عدد الجهات المشاركة في هذا المعرض؟ في الحقيقة هو نتيجة لتعاون بين السفارة الفرنسية، الملحق الثقافي أو اللجنة الثقافية، والمنظمة العالمية للملست، والنادي العلمي. لماذا يتميز هذا المعرض من التكنولوجيا في حقل الاتصالات؟ في الحقيقة المعرض يركز على الاستشعار عن بعد، وهو الثورة التي رأينا نتائجها بوصول مركبة إلى المريخ، وكيف تتم آلية الاتصال ما بين الأرض وتلك المركبة، وكيف يستفاد العلماء من ذلك. نبسط هذه المعلومة في هذا المعرض، وفيها كثير من الأمور والحقائق العلمية التي تتحدث عن تاريخ هذا العلم وأثره على الشباب وعلى ثورة الاتصال في المستقبل. بما أن المعرض موجه لطلبة وطالبات المدارس، ما الكلمة اللي تحبون أن تقولونها لهذا الطالب؟ في الحقيقة أنا أدعو طلبة المدارس وأدعو الأسر الكويتية والمواطنين الكرام أن يزوروا معرض الاتصال والاستشعار عن بعد في النادي العلمي، ليتعرفوا على مناطق الإثارة والتشويق في هذا المعرض، ويتعرفوا على كيفية أن هذا المعرض يبسط مفهوم الاستشعار عن بعد، وهذا العلم يؤخذ فيه درجات الدكتوراه والدرجات العليا. ولكن أعتقد أن اللي لجينا هذا الموضوع وهذا المعرض هو كلمة وعنوان القرن 21، وهي الاتصال عن بعد. مساء الخير. هلا والله. مساء. التعامل مع الاتصالات بشكل يحثك على زيارة مثل هذه المعارض؟ والله بس دائما تعب التليفونات بالبيت والشغلات هذه يعني. زين، شنو الشيء اللي لفت انتباهك في المعرض؟ والله التنظيم الجيد والأجهزة الجديدة. إن شاء الله المستقبل راح تحضر مثل هذه المعارض يعني؟ إن شاء الله. أختي مرحبا. يا هلا فيك. أهلا. ممكن تشرحي لنا الجهاز اللي أنت واقفة عليه؟ هذا الجهاز فكرته بسيطة جدا، هو عبارة عن سماعة، السماعة تميز الأصوات منها القوي ومنها الخفيف ومنها الحاد، فمن الأصوات هذه نقدر مثلا نتحكم بعدة أجهزة. إذا تحب تجرب السماعة تحطها على أذنك راح تسمع أصوات عدة، تحب تجربها؟ إيه تفضل. في الحاد منها وفي الخفيف وكذي، من الصوت، من نبرة الصوت تقدر تميز صاحب الصوت منه بالضبط. اي هذا هو، فكرة مبسطة عادية. ممكن نشوف الجهاز الثاني؟ هذا
الجهاز عبارة عن بايب، البايب هذا طوله أكثر من 100 متر. طبعا البايب هذا يبين شلون ينتقل الصوت عبره، لكن بطء جدا، لكن إذا انتقل عبر صوت فطبعا بأسرع مما تتوقع. إذا تحب مثلا تيربة اتكلم فيه يعني؟ ايه اتكلم فيه عاد. واحد واحد اثنين ثلاثة، برنامج جولة الكاميرا. الصوت واضح؟ انتقل الصوت ببطء، فيبين لك ان الهواء مهما كان يعني انتقال عبر الصوت بطيء، يعني الصوت انتقال عبر الهواء بطيء جدا. تحاول تسمع صوتك فراح تسمعه ببطء جدا عكس الصوت. الصوت ينتقل هناك عبر الليزر وعبر السريع، اسرع بقوه. فهذا هو فكره البايب هذا والموضوع هنا. بس مثيره إيه؟ فكره إيه. مثيره لان هذا 100 متر 100 متر فنية. ايوه فكره 100 متر. هنا عندنا عدة مشاريع خاصة في انتقال الصوت. هنا عندنا هذا الجهاز طريقة عمله شلون، يعني فكرته شلون طريقة الاهتزازات، شلون تنقل جزيئات الهواء، الاهتزازات اللي تحصل في هذه السماعة. فعندنا هنا ممكن نحاول أن يعني نزيد الترددات أو نخفضها ونشوف شلون ينتقل جزيئات الهواء، تنقل لنا تردد الصوتي ويحرك لنا كريات الفلين. طريقة انتقال الصوت عن طريق الليزر. هنا عندنا أشعة الليزر تنتقل من الجهاز هذا يستقبل الضوء ويرسله إلى هذا الجهاز ويتحول إلى صوت عن طريق الألياف الضوئية. فإذا فصلناها نلاحظ أنه يفصل الصوت، إذا خلينا الضوء يمشي يتحرك. C'est une valise pédagogique sur le thème de l'énergie. Comme vous voyez, on a un baril, une batterie qui ont un rapport direct avec le thème de l'énergie. Et tout ce que vous voyez ici comme matériel se met à l'intérieur de ces contenants. هذا عبارة عن برميل وبطارية، والموضوع هنا يتعلق بالطاقة. كل ما ترونه هنا له علاقة بالطاقة، وجميع هذه الأجهزة توضع داخل البرميل والبطارية. هذا ما يسمى حقيبة تعليمية. Ceci permet donc d'aller d'une école à une autre, d'un club scientifique à un autre, pour expliquer aux enfants ce que c'est l'énergie sur son aspect à la fois historique et interdisciplinaire. هذا يسمح بتنقل هذه الأجهزة وهذه المادة التعليمية من مدرسة إلى أخرى ومن نادي علمي إلى آخر، مما يساعد على شرح التقديم يعني الشرح للتلاميذ على موضوع الطاقة وما يعني تحتويه من خصائص تاريخية وعلمية. aux États-Unis, en France, en Inde et en Tanzanie. هذا نموذج حول كمية استهلاك كل فرد خلال سنة واحدة من الطاقة. فالبرميل الكبير هو الكمية التي يستهلكها الفرد في أمريكا خلال سنة واحدة من الطاقة. البرميل الذي يليه فرنسا ثم الهند ثم تنزانيا. الخلاصة هي عبارة عن رسالة موجهة إلى الشباب وإلى الأطفال لكي يهتموا بالعلوم منذ صغرهم. لأن العلوم موجودة يوميا. عندما نستعمل التلفاز أو الكمبيوتر أو عندما نرحل بالطائرة أو نسافر بالطائرة أو نذهب إلى المستشفى لكي نعالج مثلا، La science est présente tous les jours. العلم موجود يوميا وفي جميع المجالات. Ce qui est encore, je dirais, plus présent est là où la jeune génération et les générations futures. والمجال الموجود فيه أكثر. Doivent être très prudents. والذي يجب أن يعني تركز عليه في المستقبل الشباب والأطفال. Ce sont les applications de la science. هما تطبيقات العلوم أو العلوم التطبيقية. On pense à l'énergie nucléaire. نفكر مثلا في الطاقة النووية. Comment on va traiter les déchets. كيف يجب أن نعالج الفضلات. On pense à l'utilisation excessive de l'énergie sans respecter l'environnement. كذلك في استهلاك الطاقة بدون أن نحترم البيئة والوسط.
On pense à la vache folle ou au maïs transgénique. Nous faisons كذلك في جنون البقر وفي الذرة التي تولد الآن هندسيا. Tout ça, c'est des applications de. كل هذه هي تطبيقات للعلوم. ولذلك نطلب من الشباب أن يهتموا بهذا المجال. جدا جدا يعني منذ صغرهم منذ نعومة أظافرهم. أخوي سعيد ممكن تشرح لنا ما هو النادي العلمي بين قوسين يعني؟ النادي العلمي نادي يتبع طبعا جمعية هو جمعية نفع عام يتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويقابل طبعا الهواة. أي هاوي من الهواة يعني في الأمور العلمية ممكن يجي يمارس نشاطه عندنا. يعني احنا نختلف طبعا عن مؤسسة كويت تقدم علمي او عن معهد الابحاث او عن متحف العلمي. نادي يجمع جميع الهواة من سن 4 سنوات الى ما شاء الله، يعني في عندنا من 4 الى 7، من 8 الى 17، ما بعد 17، كل واحد له نشاطه العلمي الخاص فيه اللي يقدر يوارس هوايته فيها. ممكن تذكر لنا بعض الأنشطة؟ نعم، في عندنا مثلا الكيمياء والفيزياء، الإلكترونات، الكمبيوتر، الخراطة، الحدادة، ميكانيك السيارات، الطيران، الفلك، يعني هاي الأمور تقريبا أغلبها يعني. بالنسبة للمعرض أخوي سعيد، كم عدد الجهات المشاركة بهذا المعرض؟ هو طبعا المعرض هذا مثل ما سمعنا من شوية هو معرض الأسبوع الفرنسي الكويتي الثالث، كان 2 قبله، وفرنسا الجمهورية الفرنسية في 3 جمعيات موجودة هناك، إبريت وبرايتون والمدينة العلمية الفرنسية، هم اللي جون يسوون المعرض عندنا، وهم يعني موضوع الاتصال عن البعد. احنا كنادي علمي نستضيفهم عندنا في الكويت، نجهز لهم كل الأمور اللي يحتاجونها، بعد ذلك نحاول نوجد لهم موضوع الأشخاص اللي ممكن يتعلمون هذه الهواية أو الأمور اللي يستفيدون منها، كذلك نوجد لهم بعض المتطوعين اللي ممكن يغطون الفترة الزمنية الباجية. هم طبعا فترة وجودهم أسبوع، بعد ذلك يعني يسافرون، تبقى أغراضهم هنا، احنا نحاول نكمل 3 أسابيع الباقية بالمتطوعين الموجودين عندنا في النادي فيغطون هذه المرحلة نفسها. المعرض هذا أخوي سعيد يقتصر على الطلبة والطالبات فقط ولا؟ لا، هو مفتوح، يعني أنا أدعو، يعني جزاكم الله خير، أنا أدعو جميع المهتمين، جميع الجمهور، جميع المشاهدين لحضور هذا المعرض، فهو معرض مفتوح صباحا ومساء. صباحا طبعا أغلبها مدارس راح يجونا مدارس الكويت، ومساء مفتوح للجمهور، خلي يشوفون الأساليب العلمية في الاتصالات عن بعد. حتى الوضع الآن اللي احنا قاعد نعيشه بموضوع الحرب وما الحرب، الأمور هذه كلها تقريبا تعتمد على الاتصالات عن بعد، فتعالوا شوفوا الطاقة والأمور الاتصالات عن بعد، حتى الاتصال الشعار عن بعد اللي هو من خلال الأقمار الصناعية واستكشاف الأرض، أو حتى القمر الصناعي اللي قاعدين يرسلونه إلى الخارج لشوف لرؤية المشتري وزحل، الأمور هذه كلها فهي موجودة هني بأمور مبسطة. من وين تجي الطاقة؟ هل هي الطاقة بس من البترول؟ هل هي من أمور أخرى؟ موجودة كذلك الاتصال نفس الشيء. احنا نتمنى لكم التوفيق بهذا المعرض وشكرا على اللقاء. انا بدوري يعني نيابه عن مجلس الاداره وعن النادي العلمي اشكر القناه الفضائيه واشكر تلفزيون الكويت القناه الاولى على استضافتنا، وجزاكم الله خير.